أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جدا. إنها الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: أنا متفائل بأنه كل الأفرقاء السياسيين متعاونين. الحريري: الحكومة ستكون ثلاثينية، وولي العهد السعودي يقوم بدور محوري لدعم الاستقرار في لبنان. الراعي مفتتحا سينودس الأساقفة: ننتظر ولادة حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات. أوروبا تؤكد أن أي انسحاب إيراني من الاتفاق النووي سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد: اليورو يصعد لأعلى مستوى في 10 أيام. وفي الرياضة: استقالة 8 أعضاء تطيح بالاتحاد اللبناني لكرة السلة. أهلا بكم. الدعوات للإسراع بتشكيل الحكومة تواصلت اليوم، وفيما أمل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في ولادة حكومة موصوفة غير عادية قادرة على إجراء الإصلاحات، قال وزير الثقافة غطاس خوري إن التعقيدات بشأن تشكيل الحكومة تتمحور حول توزيع الحصص والمطالب فقط، وهي ليست سياسية. وأكد أن الرئيس المكلف سعد الحريري يواصل مفاوضاته مع الأطراف كافة بهدف إنجاز الحكومة بأقرب وقت ممكن، مرجحا أن يكون توقيت إعلانها بعد عيد الفطر. وكان الرئيس سعد الحريري قد أكد أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يقوم بدور محوري لدعم الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي في لبنان، إلى جانب الدعم الذي يبديه له شخصيا. وأضاف الرئيس الحريري: وفق ما نقل عنه مجلس الأعمال اللبناني السعودي أنه مسرع في تشكيل الحكومة. أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن عمق العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية وفضل المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على لبنان يحتمان علينا جميعا بذل كل الجهود للارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى الذي يستحقه الشعبان اللبناني والسعودي. الحريري وخلال استقباله في بيت الوسط وفدا من مجلس الأعمال اللبناني السعودي برئاسة رؤوف أبو زكي قال: إن الجميع يعلم مدى الدعم الذي يبديه سمو الأمير محمد بن سلمان لي شخصيا، وفي الواقع فإنه يقوم بدور محوري أيضا لدعم استقرار لبنان السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، لافتا إلى الجهود التي قادها سموه لإنجاح مؤتمر سادر في باريس ومؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. الحريري الذي تمنى على المجلس تفعيل عمله لتشجيع الاستثمارات واستقطاب المزيد منها وتقوية التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين أثار موضوع تشكيل الحكومة بعد تمني الوفد الإسراع في التشكيل. وعن تشكيل الحكومة تمنى الوفد الإسراع في تشكيل الحكومة، وقال أن ذلك فعلا ما هو محتمل، وأنه هو داعس بنزين على أعلى سرعة، وبيتأمل أنه يصير في اختيار عناصر تتمتع بالكفاءة حتى تتمكن الحكومة الجديدة من تولي المسؤوليات والقيام بالمشاريع، وخاصة المشاريع المطروحة في إطار ساد، واللي راح تكون هي موضع درس وموضع اهتمام سواء من قبل الحكومات أم من قبل القطاع الخاص. وفي بيت الوسط استقبل الرئيس الحريري السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وعرض معها آخر المستجدات والأوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وفي إفطار أقامه اتحاد العائلات البيروتية في فندق الفينيسيا مساء أمس، أكد الرئيس سعد الحريري أنه متفائل مع الأفرقاء بتشكيل الحكومة، وأن جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان يتعاونون لتشكيلها، معلنا أنها ستكون من 30 وزيرا.
من أصعب المهام التي يواجهها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة هو الكلام خلال مرحلة التأليف، لأن كل ما يقوله هو موضع تفسير وتأويل ويعتبر ترجمة لما وصلت إليه المفاوضات. الكلام للرئيس سعد الحريري خلال رعايته حفل الإفطار الرمضاني الذي أقامه اتحاد جمعيات العائلات البيروتية في فندق فينيسيا في حضور الوزير نهاد المشنوق ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وحشد من أبناء العائلات البيروتية. أنا متفائل بأنه كل الأفرقاء السياسيين متعاونين لتشكيل هذه الحكومة، وأنا واثق أنه يعني إذا بدنا نسمع اليوم الأحزاب كل واحد قديش كم وزارة بده أو كم وزير بده، وبدنا حكومة بخمسين وزير. يعني الحكومة اللي نحن هنشكلها إن شاء الله بإذن الله هي 30 وزير، هذا الماكسيموم اللي فيه نقوله، والتعاون جاري مع كل الأفرقاء لحتى نوصل لتشكيل هذه الحكومة. الرئيس الحريري شكر اتحاد العائلات البيروتية على وقوفه إلى جانب تيار المستقبل خلال الانتخابات النيابية. علينا أن نشتغل بحيوية أكثر. أنا وعدكم أنه أنا أشتغل بشكل أقوى وأسرع وانفتح أكثر، وتشوفوا أنه بيت الوسط مفتوح أكثر، وأنا على وعد إن شاء الله. فبتمنى لكم شهر مبارك للجميع، وإن شاء الله منكمل هالمسيرة نحن وياكم بإذن الله، وعلى رأسنا سماحة المفتي اللي دائما نحن بنسمع كلمته فيما يخص الاعتدال والانفتاح. وبدي أشكر كمان أيضا الأخ هو العزيز وزير الداخلية لهالمشروع اللي دائما كان واقف معي. إن شاء الله هالمسيرة مكملينا كل واحد بعمله وبشغله. رئيس اتحاد جمعيات العائلات البيروتية محمد عفيف يموت أشاد في كلمته بسياسة الرئيس الحريري. فبيروت وأهلها سيبقون أوفياء لمسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما سيبقون سندا ومددا لقائد مسيرته دورة رئيس الحكومة المكلف الشيخ سعد رفيق الحريري. يموت أكد وقوف الاتحاد إلى جانب الرئيس الحريري في مساعيه للنهوض بلبنان وتنمية اقتصاده وتوفير فرص العمل للشباب. أمل البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي في ولادة حكومة موصوفة غير عادية قادرة على إجراء الإصلاحات. وخلال افتتاح الرياضة الروحية السنوية لسينودوس الأساقفة الموارنة في بكركي، تطرق الراعي إلى المعضلة التي تواجهها المدارس الكاثوليكية جراء قانون السلسلة الذي أوجب رفع الأجور والرواتب بمبالغ ضخمة، مما يوجب حتما رفع الأقساط التي يعجز الأهالي عن تحملها، مما سيؤدي إلى إقفال العديد من المدارس. نصلي من أجل ولادة الحكومة الجديدة المنتظرة منذ تعيين رئيسها في 25 أيار الماضي. الجميع في الداخل والخارج ينتظرها. حكومة موصوفة غير عادية قادرة على إجراء الإصلاحات في الهيكليات والقطاعات التي التسم بها لبنان في مؤتمر باريس سادر، ونحمل في صلاتنا بلدان الشرق الأوسط التي ما زالت تعاني من الحروب والنزاعات الآخذة في الهدم والقتل والتهجير، ملتمسين إيقافها وإيجاد الحلول السياسية لها وإحلال سلام عادل وشامل ودائم وعودة جميع النازحين واللاجئين إليها بالسرعة القصوى، حفاظا على ممتلكاتهم وتاريخهم وثقافاتهم، وتخفيفا عن الأعباء التي تعيشها البلدان المستضيفة وفي مقدمتها لبنان. كشف وزير الثقافة غطاس خوري أن التعقيدات بشأن تشكيل الحكومة تتمحور حول توزيع الحصص والمطالب فقط، وهي ليست سياسية.
وفي حديث لصوت لبنان 93.3 لفت خوري أن الرئيس المكلف سعد الحريري يواصل مفاوضاته مع الأطراف كافة بهدف إنجاز الحكومة بأقرب وقت ممكن، مرجحا أن يكون توقيت إعلانها بعد عيد الفطر. وزير الثقافة أشار إلى أن هناك جوا جديدا بدأ بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، ويجب البناء عليه لتهدئة الأمور بين الطرفين من أجل إنجاز تشكيل الحكومة، مؤكدا أن موضوع نائب رئيس الحكومة لم يحسم بعد ولا يزال قيد الدرس. أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب إيدي معلوف ألا نية لعزل أحد أو الاستحواذ على حصة أحد في الحكومة المقبلة. وفي حديث لبرنامج كلام بيروت عبر تلفزيون المستقبل، شدد معلوف على عدم وجود مشكلة مستعصية أمام تشكيل الحكومة، نافيا وجود خلاف سياسي بين الأفرقاء، بل يوجد صراع على الحقائب الوزارية وعدد المقاعد الحكومية. أنا ماني متشائم من التجارب، من التجارب، حتى من التجارب اليوم اللي مبين واللي عمين قال انه اليوم مشاكل سياسية كبيرة ما في. اليوم الموضوع الآن على توزيع الحصص، توزيع الوزارات وتوزيع الهيدا، وهيدي شغلة طبيعية. واليوم نحن منا أول مرة عم نشكل حكومة مشان تنحط معايير معينة. اليوم هيدي صار كذا حكومة مشكلين، والأفريقائي اللي عم يشكلوا والمسؤولين اللي عم يشكلوا الحكومة حاكين كذا مرة سوا وحاطين معايير وهذا. دونك أنا برأيي هذا الموضوع منه هالقد مستعصي مثل ما البعض يلي عم يجرب يصوره مشان بمحل معين، يمكن مشان يعلو صوف. انا متفائل مثل الرئيس الحريري بتشكيله، مثل الرئيس بري اللي عم بيقول انه كمان هذه الحكومه لازم تقلع بالسرعه. تكتل مصر على هذا الموضوع، هذا موضوع رئيس او يرى انه نحن يجب ان نحن داعمين، نحن داعمين رئيس الجمهوريه بموقفه، ورئيس الجمهوريه كان واضح انه هذا الموضوع خارج النقاش. ما حدا بده يعزل حدا وما حدا بده ياخذ من حصه حدا، مشان تنكون واضحين. هذا الموضوع واضح وسليم، نحن عم نحكي عن حالنا. استنكر رئيس المجلس النيابي نبيه بر الدعوات لانسحاب حزب الله وإيران من سوريا، واعتبرها أمرا مستبعدا حاليا بالنظر إلى استمرار الأوضاع الراهنة في هذا البلد. وفي مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية قال بري إن حزب الله موجود في بلده، لأنه لو لم يكن موجودا هناك لكان تنظيم داعش قد أصبح في لبنان. وردا على سؤال بشأن الظرف الذي يمكن من خلاله أن يتحقق هذا الانسحاب، قال بري: حتى تتحرر سوريا وتصبح أراضيها موحدة. يعقد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان مؤتمرا صحفيا غدا يتناول فيه الطعون في الانتخابات النيابية الأخيرة. واليوم انتهت مهلة تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري الذي تسلم 17 طعنا في الانتخابات النيابية عن دوائر بيروت الأولى، بيروت الثانية، طرابلس، المنيا والضنية، زحلي، بعلبك الإرمل، المتن الشمالي وبشري. استكملت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة النائب جميل السيد بصفة شاهد، وقد تحدث عن المرحلة السياسية ودوره فيها، لافتا إلى الأساليب التي اعتمدها لضبط الإعلام. في اليوم الثاني من إفادته شاهدا أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، نفى النائب جميل السيد أن تكون سوريا مهيمنة في العلاقة التي ربطتها بلبنان قبل العام 2005، واعتبر أن تلك العلاقة كانت علاقة بين دولتين حليفتين. السيد الذي استكمل سرد الأحداث منذ العام 2001 تطرق ردا على سؤال عن استهداف مديرية الأخبار في تلفزيون مستقبل في العام 2003، فاعتبر أنه حادث لا علاقة له برسالة سورية للرئيس الشهيد رفيق الحريري. كمتابع ومسؤول عن مناخ سياسي، لن أقرأ الأمن من خلال السياسة عموما، لم يكن هناك دواعي أو أسباب أو احتقان. عم نحكي عن نتكلم عن 2003، يدعو لأن يكون هنالك مناخ لرسائل سياسية من هذا النوع، وبالتالي بالنسبة لتصنيفه عندي هو حادث أمني، قد تكون له من خلفيات عادية إلى خلفيات جرمية، لكن لا يصنف عندي بالرسائل السياسية، علما بأنه كونه تيار تلفزيون مستقبل و
يعود للرئيس الحريري، فكان من الطبيعي أن يتكون هذا الانطباع. السيد استبعد أن يكون النظام السوري قد طلب من الحريري بيع أسهمه في جريدة النهار، متحدثا عن مساعدته الصحيفة وغيرها من وسائل الإعلام في طريقة كان يعتمدها لضبط الإعلام الذي يخالفه الرأي، كما قال. النشرة بعد الفاصل. واشنطن تحذر الإمارات بشأن الحديدة اليمنية. أهلا بكم من جديد. في قصر بعبدة سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية ميشيل عون، الذي أكد أمام وفد برلماني أوروبي على ضرورة إقناع الدول الأوروبية بتحقيق عودة النازحين إلى بلده. استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون رئيس حزب التحالف من أجل السلام والحرية روبرتو فيوري مع وفد برلماني أوروبي. عون دعا دول الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة لبنان من خلال إقناع الدول الأوروبية بالعمل لتحقيق عودة النازحين السوريين إلى بلدهم والحد من الخسائر الكبيرة التي أصابت لبنان اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا نتيجة استمرار بقائهم على أراضيه. وأضاف عون أن الإرهابيين دخلوا إلى لبنان خلال هذه الحرب، لكننا تمكننا من تطهير الأراضي اللبنانية عبر عملية عسكرية للجيش اللبناني، مضيفا أن نتائج هذه الحرب انعكست عبئا على لبنان وخصوصا من خلال النزوح السوري الكثيف. من جهته أكد فيوري أن الاتحاد الأوروبي سيبذل أقصى جهده من أجل الدفاع عن لبنان وممارسة الضغط عليه من أجل ذلك، مضيفا أنه سيحاول التأثير على الرأي العام لمنع حصول أي حرب داخلية جديدة على لبنان بفعل الضغوط الخارجية. ومن زوار قصر بعبدة وزير خارجية إسبانيا السابق ميغيل أنخيل موراتينوس، الذي هنأ عون على إجراء الانتخابات النيابية والصدى الإيجابي الذي تركته في المجتمع الدولي. كما استقبل عون العضو الجديد في هيئة الإشراف على الانتخابات فيصل القاق. القاق أقسم اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد صدور مرسوم تعيينه في الهيئة، وذلك بحضور وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ورئيس الهيئة القاضي نديم عبد الملك. وبعد قسم اليمين أطلع الوزير المشنوق والقاضي عبد الملك الرئيس عون على عمل هيئة الإشراف في ضوء الصلاحيات المحددة لها في القانون وما تلقته خلال الانتخابات النيابية الأخيرة من مراجعات. وأوضح القاضي عبد الملك أن تقريرا مفصلا تعمل الهيئة على إعداده لمتابعة التدقيق في المخالفات التي حصلت واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها. إقليميا، اقتحم عشرات الفلسطينيين فجر اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسات مشددة، ونفذوا جولات استفزازية وسط تواجد كبير للمصلين. هذا وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال خلال مواجهات في قرية النبي صالح في رام الله. إلى اليمن، حيث أفشلت المقاومة الشعبية هجوما عكسيا شنته ميليشيات الحوثي على المواقع التي خسرتها في الحديدة. يأتي ذلك في وقت أفيد عن توجيه واشنطن تحذيرا للإمارات العربية المتحدة من أجل وقف العملية العسكرية في الساحل الغربي. هجوم عكسي شنته ميليشيات الحوثي على المواقع التي سيطرت عليها قوات الشرعية في منطقة الجاح بمحافظة الحديدة تحول إلى كمين كبد الانقلابيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. ومما ساعد في التصدي لهذا الهجوم الغارات التي شنتها الطائرات التحالف العربي، حيث استهدفت مواقع وتجمعات الانقلابيين مما ساهم في إنهاك قدراتها بالتحرك. هذا بالإضافة إلى قصف استهدف منطقة أصليف الساحلية في وقت تم إلقاء منشورات تضمنت نصائح للمواطنين للابتعاد عن تجمعات الميليشيات. وعلى جبهة الدريهمي التي لا تبعد سوى 10 كيلومترات عن مركز مدينة الحديدة ومطارها، اندلعت اشتباكات في مزارع الطائف التي تعد المنطقة الوحيدة المتبقية أمام الشرعية قبل التوجه إلى عمق المدينة. من جهة ثانية، ذكر مسؤولون أمريكيون أن واشنطن حذرت حليفتها أبوظبي من مواصلة هجومها على مدينة الحديدة الساحلية في اليمن. وأشار متحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض أن واشنطن تعارض أي جهود من جانب الإمارات والقوات اليمنية التي تساندها للسيطرة على المدينة، متحججا بأن ذلك سيزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية. أعلن قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التي تشرف على فصائل المعارضة في محافظتي درعا والقنيطرة وتتبع الجيش السوري الحر، أعلن أن قائد عمليات الحرس الثوري الإيراني في درعا خليل تخت نجاد وعددا من عناصره قتلوا خلال تبادل القصف بين الجيش السوري الحر والمجموعات الإيرانية في منطقة دير العدس شمالية غربية درعا، والتي تعرف بمثلث الموت.
قدمت الحكومة المصرية برئاسة شريف إسماعيل استقالتها بعد أيام على أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري لولاية جديدة، وقد كلف السيسي الحكومة بتسيير الأعمال والاستمرار في أداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. رأت أوروبا أن أي انسحاب إيراني من الاتفاق النووي سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأي صراعات إضافية فيها ستكون كارثية، في وقت رأت إسرائيل أنه لم تعد هناك حاجة لإقناع باريس بالانسحاب من الاتفاق النووي لأن الضغوط الاقتصادية ستقضي عليه على أي حال. بعثت الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران رسالة إلى كبار المسؤولين الأمريكيين تؤكد فيها التزامها بالاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن، وحثت الولايات المتحدة على إعفاء شركات الاتحاد الأوروبي العاملة في إيران من العقوبات. وفي الرسالة حدد وزراء الخارجية والمالية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا المجالات التي يريدون أن تشملها الإعفاءات، ومنها قطاعات الأدوية والرعاية الصحية والطاقة والسيارات والطيران المدني والبنية التحتية والبنوك. وقال الوزراء ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في الرسالة الموجهة لوزيري الخزانة والخارجية الأمريكيتين، أي انسحاب إيراني من الاتفاق النووي سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة، وأي صراعات إضافية فيها ستكون كارثية. هذا وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريون أن خطوات إيران لزيادة قدرة تخصيب اليورانيوم ليست موضع ترحيب، لكن الآن كل شيء في الإطار الاتفاق. ورأى الوزير الفرنسي أن تصريح إيران بأنها قد تزيد قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي يقترب من الخط الأحمر. وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حث فرنسا على تحويل اهتمامها إلى التصدي للعدوان الإقليمي الذي تمارسه إيران، معتبرا أنه لم تعد هناك حاجة لإقناع باريس من الانسحاب من الاتفاق النووي لأن الضغوط الاقتصادية ستقضي عليه على أي حال. وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالاته الهاتفية مع نظير الأمريكي دونالد ترامب وغيره من زعماء العالم بالنقانق التي من الأفضل ألا توضح ما بداخلها. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال ماكرون: أود أن يرى الناس الوجبة جاهزة، لكنني لست مقتنعا بأن التعليقات التي تدور في المطبخ تساعد في توصيل الوجبة أو تناولها. تظاهر مئات الأشخاص في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجا على زيارة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فرنسا، ملبين بذلك دعوة أطلقتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين ترى في الزائر الإسرائيلي مجرم حرب. ورد المتظاهرون هتافات مناوئة للدولة العبرية بينها إسرائيل مجرمة وماكرون متآمر وأوقفوا قتل الشعب الفلسطيني، في حين أحاطت بهم قوات مكافحة الشغب. شنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي هجوما لاذعا على المنظمة الدولية واتهمتها بممارسة النفاق بسبب انتقاداتها للسياسة القاسية التي تتبعها واشنطن في مجال الهجرة. وأشارت هايلي إلى وجود مشاكل في بلدان معينة، معلنة بأن واشنطن ستقرر بشكل مستقل سياساتها على حدود الدولة، قائلة: لا الأمم المتحدة ولا أي شخص آخر يمكن أن يملي على الولايات المتحدة كيفية الدفاع عن حدودها. أعلنت السلطات في غواتيمالا فقدان 192 شخصا بعد أيام على ثوران بركان فويغو الذي تسبب حتى الآن بمقتل 73 شخصا. هذا وأجلت السلطات 4500 شخص من القرى الواقعة في سفح البركان الذي ثار يوم الأحد وقذف حمما ملتهبة انبعثت منها دخان سام غطى أرجاء المنطقة. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. المعلومات تفكك إحدى أخطر عصابات السلم بقوة السلاح في بريطانيا. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الحريري: الحكومة ستكون ثلاثينية وولي العهد السعودي يدعم الاستقرار في لبنان. الراعي: ننتظر ولادة حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات. أوروبا تحذر من أي انسحاب إيراني من الاتفاق النووي. عملية دهم نوعية لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في بريتال تنتهي بتوقيف أفراد إحدى أخطر عصابات السلب بقوة السلاح.
في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سلب السيارات بقوة السلاح من المواطنين خصوصا في منطقة البقاع، تمكنت الشعبة من تحديد أفراد عصابة يرأسها اللبناني ميم حين، وهو مطلوب للقضاء بجرائم سلب بقوة السلاح وسرقة وتهديد ومخدرات وإطلاق نار، وأهمها عمليات السطو على مصرف فرنسا بنك في المنصورية. وبعد رصد ومتابعة دقيقة تبين أن المطلوب يتواجد في مضافة في بلدة بريتال يحرسها أحد المسلحين، وفجر الثلاثاء وبعد التثبت من وجوده داخل المضافة برفقة شخصين وفتاة، قامت قوة خاصة مقاتلة من الشعبة بعملية مداهمة نوعية في البلدة، تم بنتيجتها توقيف جميع من في الداخل. بعد حصول تبادل كثيف لإطلاق النار أصيب خلالها أحد عناصر قوى الأمن إصابة طفيفة، كما تم ضبط أسلحة حربية ومماشط وذخائر وجهاز لاسلكي وعدة هواتف خليوية وشرائح وبطاقات ذاكرة. وبالتحقيق مع المطلوب اعترف باشتراكه مع آخرين بتنفيذ 12 عملية سلب سيارات بقوة السلاح في عدد من المناطق، كما اعترف بمشاركته بتنفيذ عملية السطو على مصرف فرنسا بنك في المنصورية في أواخر العام الماضي، والتخطيط لتنفيذ عملية سلب صراف في محلة الفرزل كان ينوي تنفيذها في اليوم الذي تم فيه توقيفه. كما اعترف الموقوفون الآخرون بالاشتراك بتنفيذ عملية سلب سيارات في الفرزل فيما اعترفت الفتاة بتعاطي المخدرات، وأودع الموقوفون والمضبوطات القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف سائر أفراد العصابة. من جهة أخرى، حذرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي المواطنين من تعرضهم لسرقة تطبيق الواتساب خاصتهم من قبل مجهولين، وذلك من خلال تلقيهم رسائل نصية تتضمن رمزا ليطلب بعدها الشخص المجهول من الضحية تزويده بالرمز بحجة أنه أرسله لهم عن طريق الخطأ. وعندما يصبح حساب الواتساب تحت سيطرة المقرصن يعمد إلى التواصل مع الأشخاص الموجودين على الحساب أو غيرهم منتحلا صفة صاحب الرقم. وطلبت قوى الأمن من المواطنين عدم إرسال أي رمز يصل إلى هاتفهم لأي شخص آخر، وفي حال تعرضهم للقرصنة إرسال عدة طلبات متكررة للشركة بغية إبلاغها بأن رقم الضحية مقرصن ليصار إلى توقيف عمل التطبيق وإعادة تفعيله على رقم وجهاز الضحية من جديد. مصطفى حج دياب اسم لبناني جديد يدفع ضريبة الفلتان الأمني الموجود في سوريا، فما هي قصته؟ التقرير لعلاء سرح. طلعوا على البيك اب اللي معهم، نزل شباب من اللي امه للبناني، قلت له انا يا خي احنا قاعدين جوا، قال له وانت كمان رجال معهم. هو صوت فاتن حج دياب التي كان من المفترض أن تقوم بزيارة عائلية مع ولديها مصطفى 16 عاما ويوسف 12 عاما إلى ذويها في محافظة إدلب بعد انقطاع دام عامين بسبب الظروف الأمنية التي تعيشها سوريا، لكن حصل ما لم يكن بالحسبان، مداهمة للسيارة التي كانت تستقلها فاتن مع ولديها في منطقة صافيطة بمحافظة طرطوس أسفرت عن اختطاف عدد من الشبان بينهم مصطفى. طلعت من سيارة شحن فيها 4 مسلحين بلباس عسكري، وقالوا دعوا ان هن تبعين للجيش السوري. نزلوا النسوان من السيارة واخذوا الشباب، وصلوا الحاجز، سألوا الحاجز قالوا لا ما مرقت معنا سيارة من هون، بس نحن شفنا سيارة بيك اب ماشية قدامها سيارة عمومة عليها شنتات من منطقة بين منطقة صفيطة ومصياف، هذا الطريق بيودي لمنطقة ساحل الغاب، ومن هون انقطعت المعلومات وما عدنا عرفنا عنه شيء. عملية الخطف التي حصلت صباح الاثنين لم تسفر حتى الساعة عن تواصل الجهة الخاطفة مع العائلة، هذا ما يؤكده والد مصطفى. عم نتواصل مع رقم الشوفير، عم يعطينا خط مسكر، وابني تليفونه مع امه. حكينا مع رئيس شؤون المغتربين وعملنا تقرير، وقال انه هلا بيرفعوا لمدير عام الوزاره، والمدير العام الوزاره هو بيتواصل مع السفير هنيك وبيتصلوا بالمحافظه تبعت منطقه طرطوس. يحاول ابو مصطفى اخفاء دمعته عند الحديث عن بكره مصطفى، لكن صوته الغارق بألم الفراق يقول الكثير، فما هي رسالته للخاطفين والمعنيين بهذا الملف؟ انا بدي ابني لانه ابني ما بيأذي، وابني اكثر يعني بياخذ اذن من امه، وبدي لي تليفون بالباب بدي انزل عن معرفاتي، ما بدي ينحرف على طريق ثاني،
والحمد لله مربينه تربيه بخاف الله وبيصلي وبيصوم، ما بيأذي حدا ولد. هي ضريبة الفلتان الأمني الموجود في سوريا يدفعها مجددا لبنانيون أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل سوى رابط الدم الذي يجمع بين مواطنين من البلدين. ضيعت بلدة الدورة العكارية الشاب حسني السحمراني الذي قضى على يد عمه بسبب خلاف عائلي. الله أكبر. وسط أجواء من الحزن والأسى شيعت بلدة الدورة العكارية الشاب حسني السحمراني البالغ من العمر 24 عاما والذي قضى يوم البارحة على يد عمه بطلقة نارية متعمدة أودت بحياته، بينما أصيب والد الضحية بطلقة في كتفه. الإشكال حصل جراء تطور خلاف عائلي بين أقارب من آل السحمراني على أحقية تملك عقار. هو خلاف أساسي على عقار موجود بين الأخ وأخوه، وتطورت الامور معهم لحتى وصلت لها نتيجه سيئه للاسف. طالب اجل الامنيه انه تضبط الوضع، بعدين في سلاح متفلت وما زال موجود لانه بحكم السلاح اللي كان موجود مع الشخص اللي قتل، فصوت الحصي للاسف. هي حلقه جديده من حلقات مسلسل السلاح المتفلت الذي ينتقل من منطقه الى اخرى ويحصد حياه مواطنين ابرياء على امل تحقيق العداله والاقتصاص من المذنبين. في عكار أقامت هيئة الإغاثة التابعة لدار الفتوى إفطار الرمضي جامعا للبنانيين والنازحين السوريين. وفي البقاع أقام عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي مأدبة إفطار على شرف مشايخ وعلماء البقاع. دعا مفتي عكار الشيخ زيد زكريا لتسهيل تشكيل الحكومة، معتبرا أنه على جميع المسؤولين التنازل من أجل الوطن وأمنه واستقراره. كلام مفتي عكار جاء خلال إفطار رمضاني جامع للبنانيين والسوريين في برقاي العكار بدعوة من هيئة الإغاثة التابعة لدار الفتوى. نريد ونطالب وبشدة أولا أن تسهل مهمة تشكيل الحكومة، هي ليست تشريفا انما هي تكليف. الكل ينبغي ان يتنازل لمصلحه الوطن، الكل ينبغي ان يتنازل ليسود هذا الوطن في مهبته، الكل ينبغي ان يسهل تشكيلها. قصه من هنا وقصه من هنا، هذا يعزز عندنا الخوف ان تتحول هذه الاشاره إلى كنتونات. ما نتمناه أيضا أن يكون لعكار قصة في هذه الحكومة، ليكون وزير عكار عائلا سائرا على هذه المنطقة التي تعاني الحرمان، حتى صار عنوان الحرمان ملازما لعكار. لذلك لن نقبل إلا بوزارة خدماتية مميزة. من جهته أكد رئيس مكتب هيئة الإغاثة التابعة لدار الفتوى في عكار محمد عبد المجيد أن نشاطات الدعم والإغاثة للنازحين مستمرة وهي واجب إيماني وأخلاقي. وفي شتوراما أقام عضو كتلة المستقبل النائب محمد القرعاوي بدارته مأدبة إفطار على شرف مشايخ وعلماء البقاع، حضرها مفتي زحل والبقاع الشيخ خليل الميس ومفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح وعدد من القضاة الشرعيين ورجال الدين، بالإضافة إلى النائبين في كتلة المستقبل النائبين عاصم عراجي وبكر الحجيري وحشد من الفعاليات السياسية والاجتماعية. نظمت جمعية الأهل لدعم التوحد ندوة توعوية حول مرض التوحد بمشاركة اختصاصيين في المجال العلمي والطب. بدعم من المنظمة الدولية أكتد وبالتعاون مع بلدية سن الفيل، نظمت جمعية الأهل لدعم التوحد ندوة توعوية بعنوان التوحد معلومات وإرشادات بمشاركة اختصاصيين في المجال العلمي والطبي. والمعروف عن التوحد أنه اضطراب في النمو يعيق الطفل عن التعبير والتواصل، ويصبح لديه صعوبة في التفاعل الاجتماعي وفي استخدام اللغة بشكل مناسب، وتبدأ عوارضه بالظهور في السنوات الثلاث الأولى نتيجة اضطراب في الجهاز العصبي، مما يؤثر على العمل الطبيعي للدماغ بالإضافة إلى عوامل طبيعية جينية.
وتسعى جمعية الأهل لدعم التوحد التي تأسست في العام 2015 من قبل أشخاص متطوعين إلى تعزيز حياة الأسر التي لديها حالات توحد في لبنان، وتهدف إلى إنشاء مركز متخصص يعنى بالأشخاص المصابين بالتوحد. الاقتصاد بعد الفاصل. رئيس الوزراء الماليزي يقبل استقالة محافظ البنك المركزي. ونصل إلى الصفحة الرياضية الاقتصادية مع باسل الخطيب. شكرا ماهر، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إنه قبل استقالة محافظ البنك المركزي محمد إبراهيم، لكن لم يتم بعد اتخاذ قرار بخصوص من سيخلفه، لأن هناك حاجة لموافقة الملك، كاشفا أن الحكومة ستجتمع مع الملك في أقرب وقت ممكن لبحث من سيخلف محافظ البنك المركزي في منصبه. وجاءت استقالة محمد بعدما قال وزير المالية الشهر الماضي إن الأموال المحصلة من أرض باعتها الحكومة للبنك المركزي استخدمت في دفع التزامات صندوق حكومي المتعثر. وأبلغ مصدران رويترز أن النائب السابقة لمحافظ البنك المركزي نور شمسية محمد يونس، التي غادرت البنك حين انتهت فترتها في نوفمبر تشرين الثاني 2016، هي من بين المرشحين قيد الدراسة لتولي منصب المحافظ. صعد اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أيام بعد أن قال مسؤولون في البنك المركزي الأوروبي إن من المرجح إنهاء برنامج لشراء سندات بحلول نهاية العام 2018، وإن التضخم يعاود الارتفاع إلى المستوى المستهدف من البنك. ومن المفترض أن يناقش البنك الأسبوع القادم ما إذا كان سيقلص مشترياته من السندات تدريجيا حين يعقد اجتماعه بشأن السياسة النقدية. وقال رئيس البنك المركزي الألماني إن توقعات السوق بإنهاء شراء السندات بحلول نهاية العام 2018 تبدو أمرا مرجحا، ودفعت تعليقات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي العملة الموحدة للارتفاع 0.4% إلى أعلى مستوى في 10 أيام عند دولار 17.58. وارتفع اليورو نحو 0.8 منذ بداية الأسبوع، وربح نحو 2 سنت منذ أن بلغ أدنى مستوى في 10 أشهر عند دولار 15.10 في 29 من مايو أيار الماضي. أسعار الذهب ارتفعت بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة، لكن توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل حدت من المكاسب. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1299 دولار للأونصة. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.1% إلى 1303 دولار. وقال محللون أن التوترات الجيوسياسية تقدم دعما محدودا فحسب لأسعار الذهب، مشيرين إلى أن تعافي الاقتصاد الأمريكي قد يدفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام، ومن ثم فإن الزخم الصعودي للذهب ليس قويا. وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في مايو أيار بما يشير إلى نمو اقتصادي قوي في الربع الثاني من العام، ويعزز مبررات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الأسبوع المقبل. وقد يتضرر الطلب على الذهب من جراء رفع أسعار الفائدة كونه من الأصول التي لا تدر أي عوائد. هذا كل شيء في أخبار المال والاقتصاد، إلى اللقاء. الرياضة بعد الفاصل. الاحتجاجات تدفع الأرجنتين إلى إلغاء المباراة الودية في القدس المحتلة. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع صبح إبلاوي. مساء الخير مشاهدينا، البداية رح تكون من الأخبار المحلية، حيث قدم 8 أعضاء من الاتحاد اللبناني لكرة السلة اليوم استقالتهم من مناصبهم الإدارية، وسجلوا هالاستقالة خطيا بمصلحة الديوان بدائرة الشؤون الإدارية والتجهيز بوزارة الشباب والرياضة. والأعضاء اللي استقالوا هن الرئيس بيير كاخيا، نائب الرئيس رامي فواز وأكرم الحلبي، جورج سابونجيان، إلي فرحات، توني خليل، تمام الجارودي، وسليم فوال. وبعد هالشي بيكون اتحاد كرة السلة أصبح بحكم تصريف الأعمال حاليا بعد استقالة أكثر من نصف أعضائه، ومن المنتظر أنه يجتمع الرئيس بيير كاخيا مع الأمين العام شرب الرزق لتحديد موعد جديد للانتخابات بخلال مهلة شهر. محليا ايضا امبارح كان في انفراج كبير بملف نقل مباريات كاس العالم بكره القدم عبر الدوله اللبنانيه. التقرير من تابعه سوا.
قبل أسبوع تقريبا على انطلاق أهم حدث رياضي عالمي مونديال روسيا 2018 كان الخبر السار لللبنانيين عم يطلع من بيت الوسط، وبعد الاجتماع النهائي اللي ترأسه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع نقل المونديال، وضمت الوزراء بحكومة تصريف الأعمال جمال الجراح محمد فنيش وملحم رياشي بحضور مدير شركة سما محمد منصور وعدد من المستشارين، أعلن بعده الوزير رياشي الخبر المنتظر من كل اللبنانيين. بشرى لكل اللبنانيين والموجودين على كل الأراضي اللبنانية، رح نشاهد الفوتبول بإذن الله. الدولة اللبنانية رح تأمن مشاهدة كاملة للفوتبول عبر الكيبل، في مفاوضات حساسة خلال 48 ساعة على حسم عبر تلفزيون لبنان وبإذن الله خير، وبجهد دولة الرئيس الحريري واللجنة الوزارية الحاج محمد والوزير جراح. بس بدي أقول بعد شغلة أساسية، شغلة الأساسية أنه نعمل كل هالشغل لتأمين حاجتين. الحاجة الأولى اللي هي حاجة وطنية عامة لكل اللبنانيين يشاهدوا الفوتبول، وهيدا حقهم وحق كل الموجودين على الأراضي اللبنانية يشاهدوا الفوتبول، وحاجة تانية لوقف أي مشروع من مشاريع القرصنة والتعدي على حقوق الغير. وبما يخص المقاهي والمطاعم، أوضح الوزير الريشي أنه تم الاتفاق مع الشركة أنه تكون هناك أسعار متهاودة للمطاعم، وأي مؤسسة خارج المنزل بتأمن تغطية جماهيرية لتأخذ الشركة حقها كما يجب. وبحسب الاتفاق ورد سؤال عن الكلفة وتمويل المشروع، أجاب الوزير جمال الجراح الحكومة اللبنانية رح تدفع. طلعنا باللجنة الوزارية مع الوزير محمد فنيش مع الوزير ملحم رياشي ومعي بعدة اجتماعات مع الشركة، حتى اليوم توجناها باللقاء برعاية دولة الرئيس سعد الحريري ببيت الوسط، لتفهمنا على آلية جدا معقولة بتمكن اللبنانيين يشوفوا المباريات على الكابل وعلى تلفزيون لبنان إن شاء الله، بعد إزالة بعض العقبات اللي تولى الرئيس الحريري إزالتها بال 24 ساعة القادمين أو 48 ساعة القادمين. إن شاء الله أنه الرئيس الحريري بتوفق بإزالة آخر العقبات من وجه تلفزيون لبنان، وبالتالي بيصير متاح لكل اللبنانيين على محطة تقل الأرضية وعلى الكابل. كأس العالم أبرز محطة للعبة الشعبية الأولى كل 4 سنوات مرة، ويلي رح يرتاح اللبنانيين من اليوم خصوصا أصحاب الدخل المحدود أنه كل المباريات رح تكون متوفرة على حساب الدولة اللبنانية. في إطار الاستعدادات للمونديال الأسبوع القادم، تعادلت روسيا مع تركيا 1-1 بموسكو بمباراة دولية ودية، ضمن أكيد استعدادات أصحاب الأرض لاستضافة السعودية بالمباراة الافتتاحية. روسيا يلي اكتفت بالتعادل بهالمباراة أمام تركيا هي ما فازت بآخر 8 مباريات لعبتهم، وتعادلت مع إيران خسرت من فرنسا. المنتخب الروسي اللي رح يكون عنده مواجهات صعبة خاصة مع السعودية ومع مصر بكأس العالم. المنتخب الروسي هو يلي تقدم 1-0 قبل ما يرجع يعادل المنتخب التركي النتيجة 1-1. هون لابد من الإشارة لأنه تركيا منا من المنتخبات المتأهلة إلى مونديال روسيا 2018، بينما المنتخب الروسي بانتظاره مهمة صعبة على الرغم من أنه كل المؤشرات بتدل إلى أنه روسيا ما رح تكون على المستوى يلي متوقع منها على أرض الملعب. أكدت وسائل الإعلام الأرجنتينية أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ألغى المباراة الودية اللي كانت مقررة بين الأرجنتين والكيان الصهيوني بالقدس يوم السبت المقبل. وأضافت وسائل الإعلام أن القرار أتى بعد التظاهرات اللي أقيمت ببيونس آيرس وبرشلونة ضد إقامة المباراة، وبعد ما عمد متظاهرون ببرشلونة إلى رفع قمصان العلم الأرجنتيني ملطخة بالدماء أمام مقر النادي حيث بيتدرب المنتخب، وأطلقوا صفارات الاستهجان وأوصلوا اعتراض إلى إقامة المباراة. ولاحقا توجه ليونيل ميسي إلى رئيس الاتحاد الأرجنتيني وطلب رسميا إلغاء المباراة. قال المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي أنه رح يحاول أنه يلعب أول مباراة لمنتخب مصر ببطولة كأس العالم نهار 15 الشهر الحالي بمواجهة الأوروغواي. وطبعا المنتخب المصري يلي كان من المتوقع يبلش مشواره بغياب صلاح يلي تعرض لإصابة
بكتفه خلال المباراة النهائية للشامبيونز ليج بعد إصابته بتدخل قاسي من سيرجيو راموس. ولكن امبارح الموقع الرسمي لليفربول بالعربي أشار إلى أن صلاح أنهى التحضير البدني لعودته إلى الملاعب وتوجه إلى القاهرة للالتحاق بالمنتخب المصري اللي بيستعد لأنه يروح إلى روسيا. هذا كل شيء بالرياضة لهلا، شكرا لكم وإلى اللقاء. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الحريري: الحكومة ستكون ثلاثينية، وولي العهد السعودي يقوم بدور محوري لدعم الاستقرار في لبنان. الراعي مفتتحا سينودس الأساقفة: ننتظر ولادة حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات. أوروبا تؤكد أن أي انسحاب إيراني من الاتفاق النووي سيزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة. وكان في الاقتصاد: اليورو يصعد لأعلى مستوى في 10 أيام. وفي الرياضة: استقالة 8 أعضاء تطيح بالاتحاد اللبناني لكرة السلة. ختام نشرتي من الميدان، شكرا لكم وإلى اللقاء. أنا متفائل إن شاء الله بيكون يعني تشكيل هذه الحكومة بشكل سريع جداً.